صباحنا غير ووصلنا لمحطتنا ورح نبقى في سلمى بعالم الثقافة، حيث تستمر وزارة الثقافة من خلال بجهودها من خلال مهرجان يشمل المحافظات كافة، يشمل ليكون مساحة تسلط الضوء على المواهب السورية في المجالات المختلفة، ولتكون أيضا حركة لإنعاش الحياة على خشبة أبو الفنون المسرح في كافة المدن السورية. لنحكي أكثر عن تفاصيل هذا المهرجان وأهم الأنشطة الثقافية اللي رح يشهدها صيف 2019 في سوريا. أكيد بيسعدنا نرحب بجوني ضاحي مدير المكتب الصحفي في وزارة الثقافة. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك جوني. صباح الخير سلمى. يسعد صباحك. خلينا نبدأ من مهرجان السويدة واللي رح يقام هذا المهرجان بداية بهي المحافظة، ويمكن هو كل محافظة بياخد اسمه. هو استمرار لمجموعة عدد من المهرجانات. انطلق المهرجان عام 2016 بتوجيه من الأستاذ محمد أحمد وزير الثقافة، بحيث أنه نعمل مهرجان بكل محافظة بتقيم وزارة الثقافة، تنشيط الحركة الثقافية بالمحافظات، عودة الحياة الثقافية لهذه المحافظة. فانطلقنا من اللاذقية، بعدين بطرطوس وحمص وحما وحلب ودمشق وريف دمشق، تمام كل المحافظات السورية. واليوم حنكون بالسويداء بأربعة الشهر القادم حينطلق. هلأ المهرجان هو بضم مجموعة من الفعاليات الثقافية، بضم كل أركان الثقافة، بحيث أنه احنا بننطلق بأول يوم بحفل، بكون هو حفل مسرحي رح نعتبره أو فني، بيمثل تراث هاي المحافظة والشيء بتشتهر فيه المحافظة. بيتم تكريم مجموعة من القامات الثقافية من كل محافظة، فحيتم تكريم مجموعة من المثقفين من محافظة السويداء، اللي بكون في كاتب وبكون في أديب وبكون في فنان تشكيلي مسرحي مخرج، بحيث بكل رقم من أركان الثقافة بكون في شخص يتكرم من الأسماء المهمة بهاي المحافظة. بكون في نشاطات للطفل، بكون في عنا افتتاح لمعرض معرض للكتاب من إصدارات هاي العامة السورية للكتاب، بالإضافة إلى توقيع مجموعة كتب من كتاب هذه المحافظة. بكون في عنا نشاطات تانية سينمائية، بكون المؤسسة العامة للسينما بتقدم أحدث العروض اللي قدمتها المؤسسة خلال عام 2018-2019 الأفلام الحديثة، مديرية المسارح والموسيقى بتقدم مجموعة مسرحيات، هالمسرحيات بتكون ممكن تكون من خارج محافظة وممكن تكون هي مسرحيات لأهل المحافظة يعني لفنانين أو عروض مسرحية من السويداء. في عنا فعاليات كتير بتكون بالمحافظة، فن تشكيلي وملتقى ملتقيات فن تشكيلي، بكونوا كمان فنانين هاي المحافظة من فن تشكيلي، رسم، نحت وإلى آخره. جوني خلينا نحكي اليوم عن جد قديش هاي المهرجانات عم تكون فرصة اليوم لفتح المجال للشباب الموهوب بكافة المحافظات ليشارك، ودائما في عتب يعني على كل من كل المحافظات انه كل الأنشطة الحلوة عندكم بس بالشام. تمام، هي الفكرة انطلقت من هالموضوع هذا بالذات، انه كانت الفترة الماضية فترة الحرب والأزمة كان تقريبا أغلب الضغط هون على الشام، على السنتر دائما فيها الفعاليات كذا الثقافية. انطلقت هاي الفكرة أنه نعمل مهرجان بكل محافظة، لقت صدى كتير حلو، وصدقا عم تكون حتى المكرمين عم يكون لهم يعني عم يكون عندهم شيء عم يبسطوا فيه أكثر وقت عم يتكرموا بمنطقتهم بمحافظتهم مع أبناء بلدهم. هلا المواهب الشابه عم يكون لها دور كبير كثير، او عم يكون عليها ضوء كثير متسلط عليهم، بحيث انه نحن عم يكون في عنا ادباء طالعين جديد، كتاب طالعين جديد، عم يكون في عنا مسرحيين جداد، اطفال موهوبين جداد هون بالمحافظه. وقت عم نروح مديريه الثقافه بكل محافظه هي عم تقدم لنا هي الاسماء، بحيث انه هدول الاشخاص مشان نعمل لهم عروض او يكونوا معنا، فكمان عم تلاقي كثير صدى حلو. بالاضافه الى ذلك انه هدول الاشخاص هن عم يتقدموا، عم يشوفوا، عم يطلعوا بقى على ستيج، عم يقدموا شيء، عم يكونوا قدام جمهور. والوزارة الثقافة هي من واجبها دائما هي ترعى المواهب الثقافية الفنية التشكيلية الأدبية، فعم تلاقي صدى كتير حلو بالمحافظة. أكيد يعني جوني دائما مع بداية خلينا نقول فصل الصيف انتهاء المدارس، هلا نحن فترة فحوصات فلسه في تحضيرات عنكم كتيرة، ولكن مع بداية فصل الصيف دائما بتبلش الفعاليات الثقافية ويمكن حتى توجه للطفل، وخصوصا بوزارة الثقافة من خلال مسرح الطفل سنويا عم بيكون في عروض متنوعة. خلينا نحكي هلا عن الخريطة اللي بلشتوا ترسموها لهي الفترة القادمة. هلا موضوع الطفل بوزارة الثقافة هو يعني ما عم يكون محدد لمديرية واحدة، كمان عم يكون عدة مديريات مشتركة بهذا الموضوع. فعندنا مثلا مديرية المسارح والموسيقى عم تقدم دائما مجموعة مسرحيات للأطفال وعروض للأطفال. طبعا بانتهاء عيد الفطر كان في تظاهرة
مسرحية للطفل بكل أيام العيد، ثلاث عروض مسرحية بشكل يومي ما بين المسرح القباني ومسرح الحمراء ومسرح العرائس، بحيث أنه عم يتقدموا الأطفال كلهم عم يتقدموا لهم مسرحية من مسرحيات. هلأ في استمرار لمسرحيتين عم يتكونوا بالقباني وبالحمراء، عفوا بالقباني وبمسرح العرائس مستمرين فيهم. حيكون لهم عروض مسرحية بشكل دائم إن شاء الله للأطفال. هلأ الشقة الثانية هي عم تقدموا المديرية التي تعنى بالطفل، هي مديرية ثقافة الطفل. فمديرية ثقافة الطفل وقعنا من حوالي 4-5 أيام عملنا ورشة عمل مع اليونيسيف للأطفال لرعايتهم وتقديم مواهبهم وتعليمهم. وبالإضافة إلى ذلك في عنا المراكز الثقافية بجميع المحافظات عم تعمل أنشطة للطفل اللي هي اسمها النادي الصيفي بأجور رمزية، عم يكون فيها الطفل عم يكون عم يتعلم، عم نقدم له يقدم ورشات رسم، ورشات للقراءة، ورشات للمطالعة، بالإضافة إلى مسرح تفاعلي ورحلات وتعرف على المناطق السورية. يعني لما نحكي نحن عن صيف سوريا 2019 دائما معرض دمشق الدولي بنسخة 61 هلا اخذ الحيز الاكبر من الاهتمام، خلينا نحكي اليوم عن تحضيراتكم للمشاركه بهذا المعرض. مثل ما تفضلتي دائما الحدث الاهم هو معرض دمشق الدولي، فسن التحضيرات للمعرض طبعا وزاره الثقافه شاركنا بجميع المعارض بعد ما تمت عوده المعرض. بجناحنا دائما بكون في حيز صغير لكل مديريه، بحيث مثلا مديريه التراث بكون عامله شيء من التراث السوري، مديريه ثقافه الطفل عامله، مديريه المسارح، الهيئه العامه السوريه للكتاب بتقدم اصداراتها، مؤسسه السينما بتقدم افيشات لاحدث الافلام اللي لها. بالاضافه الى ذلك كل يوم بكون في عرض لفيلم سينمائي حديث ضمن القاعه او بالهواء الطلق بتقدمه بقى خارج هالشيء. طبعا نحن دائما بنساعد بعروضنا المسرحيه بحفل الافتتاح، بتقدم الوزاره كل شيء تحت كل شيء عندها لانجاح هذا المعرض الهام بتاريخ سوريا، وان شاء الله ان شاء الله نكون السنه كمان هيك مقدمين شيء حلو مثل السنوات السابقه ان شاء الله. اكيد يعني جوني هيك خلينا نقول جوله سريعه من خلال حضرتك لنا اليوم على اهم النشاطات اللي رح يشهدها 2019 وايضا النشاطات المستمره. بدنا نشكر وجودك معنا، نتمنى لكم التوفيق دائما. شكرا لك، صباحكم شكرا كثير لكم، شكرا لمواكبتنا دائما. اكيد جوني يعني نقول لكل السوريين عنا صيف حافل بالنشاطات السياحيه والثقافيه، بالاضافه الى معرض مكتبه الاسد الدولي اللي حيكون حيكون اكيد لنا لقاءات ثانيه لنضوي اكثر على هي النشاطات. شكرا كثير لك. شكرا لكم. اكيد.